وكمان على الصعيد التاني لو هنروح بقى لميسي تحديدا، ميسي كان ليه تصريح كمان، هو قال تحديدا كده، قال التصرع خلال مباراه السعوديه كان سبب اساسي في السقوط المفاجئ، كنا نعلم ان المنتخب السعودي لديه لاعبين جيدين قادرين على تحريك الكره واللعب بخط دفاع متقدم، لقد عملنا على ذلك ولكن كنا متسرعين بعض الشيء، والان علينا ان نثبت اننا مجموعه حقيقيه لا اعذار، علينا ان نتحد وننهض. فده كان كلام ميسي، اعتقد ان هو الاعتراف في حد ذاته بالتقصير ده قوه. امبارح فعلا يمكن كانت على الصعيد الثاني بقى لو هنتكلم عن الارجنتين، طبعا اكيد المنتخب داخل وعنده ثقه عاليه جدا ان هو هيفوز، عنده ثقه ان هو الافضل فنيا واستعدادا وغيره، فهو يمكن كان داخل المباراه محسومه، المباراه في جيبي، طبعا ممكن يكون ده اثر بشكل كبير وده اللي احنا استشفناه من يعني الكلام بتاع ميسي، لكن تاني هنرجع نقول ما فيش حاجه متوقعه في كره القدم، يعني لغه كره القدم ما فيهاش توقعات، يعني ما فيهاش توقعات حقيقيه. على كل حال احنا لسه عندنا تويتات كثيره برضو، خلينا